أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا المكان الجميل والرائع نفتتح حلقتنا لهذا اليوم من البرنامج الجماهيري المعروف الكاميرا في الريف ثلاثة. طبعا احنا اليوم في الدريهمي، منطقة جميلة من ريفنا الجميل في محافظة الحديدة، نفتتح حلقتنا ومع أول فقرة ممثل لأول مرة، تابعونا. أعزائنا المشاهدين، نبحث الآن عن من يعني يمثل لأول مرة، قد كنت عادة تدرب لأول مرة. الاسم عبد الإله يحيى. عبد الإله يحيى، أين رايح؟ المدرسة. أنا أشوف الشنطة، ربنا يوفقك ويعينك إن شاء الله. أمين. طيب قبل ما تروح المدرسة كذا، قبل ما يبدأ الطابور معنا فقرة تمثل لأول مرة، مستعد تكون اليوم ممثل لأول مرة؟ لا ممثل لا حاول، في جوائز فيها، حاول طبعا. أبشرك الدور مرتبط بالدراسة. لا وكذا عشان نجرب حظ احنا، ان شاء الله يكون حظ سعيد. ايش التواضع هذا، يجرب حظ احنا، نشوف حظه، نجرب وان شاء الله يكون حظه سليم. اخي خالد، انا زميلي لقيته، بقي انت، نشوف منو الشخص الذي سيسابق. اعزائي المشاهدين، مثل لاول مره، احنا قرب مزرعه بسباس، اكيد في واحد هنا مزارع مبسبس مفحفح، اكيد عايخذ الجائزه. تابعوا. السلام عليكم. يا معين يا معين، كيف حالك؟ الحمد لله. مرتاح؟ الحمد لله رب العالمين. ايش اسمك؟ كزابة اسماعيل محبوب. ايش؟ كزابة اسماعيل محبوب. كزابة هذا انواع من انواع البسباس؟ هذا اسم الجد. ها اسمك؟ طيب شكرا لك. طيب انت في فكرة تمثل لاول مرة، اذا شاركت معنا حيقوى لك جائزة اذا اخذت المركز الاول، واذا ما اخذت المركز الثاني هذا راجع لك. مستعد تاخذ المركز الاول؟ اقول لي اول، تعرف تمثل؟ قد مثلت من قبل؟ لا ما مثلت من قبل. طيب مستعد تشارك معنا؟ ان شاء الله. في ممثل اول مرة؟ ان شاء الله. حتقوع عن بسبس يا كزابة؟ ان شاء الله اخذ بسبس من هذا. تاخذ بسبس وتبسبس؟ ايوه. يا اخي كمال، اديت لك واحد مبسبس مفحفح حيحرق المشهد حريق. تابعونا. شوفوا انا الان والاستاذ خالد عن ادي مشهد، الاستاذ والطالب، انتم بتتابعوا المشهد وبعدين بتطبقوه. الفائز بيستلم 15,000 والخاسر 5,000. مستعدين للمنافسه؟ ان شاء الله. تعال يا ابني. ليش اديتني من المدرسه لها انا يا استاذ؟ ابني انت طالب فاشل، زملائك قد نجحوا وتخرجوا وان جالس في ثاني اعدادي ومعك شنب في وجهك يسحبوه بالقاطرة. ابني مالك، انا خرجتك من الجو المكتوم داخل المدرسة الى الجو الطلق هذا، والهواء الطلق والهواء العليل والاشجار والانهار. علشان تعبر. اعبر في المدرسة؟ ابني تعبيرك ودائما ترسب في التعبير. ما اليوم الجو الجميل هذا اللي خرجتني لي ساعبر بكل جوانحي. انا اشيف عليك درس تقوية، الان تنجح اخرجك من المدرسة قد طفحت. حلو اعبر. عبر. أيش؟ عبر لي عن الطبيعة. عن الطبيعة؟ أيوة. الله، ما أحلى الطبيعة، وما أحلى الأشجار، وما أحلى الورق الأشجار، وحينما ترى الأشجار وترى فوقها الدودة، والدودة أنواع، دودة القز ودودة الأرض والعديد من الدود. ما دخل الدود فيها ولا الأشياء؟ فوق الورقة شفته. مالك أنت والدود يا دودي يا ابن الدودي؟ خلاص أبو. ابعدنا من الدود ومن أبو الدود. خلاص الجمال ولا الجمال بس، أنا شتحك. خلاص أيش أتكلم، بس لي موضوع ثاني، نبعد من الدود. تحكى لي على الفواكه. أيوه على الفواكه. تلك الفواكه ما أجملها وما أروعها وما أنواعها العديدة، ومنها التفاح، ذلك التفاح التي يميل لها نفسي. فذات مرة فتحت تفاحة ووجدت وسطها دود، والدود ثلاثة أنواع، دودة القز ودودة الأرض والعديد من الدود. جعل لك دودي يدخل في نخرتك. ايش فيك يا تفاحة؟ فتحتها لقيت فيها دودة جفحة. ما عليك من الدود يا ابني. خلاص يا ابني، ما عليك من الدود. بسلي موضوع ثاني، نخرج من الدود، موضوع بعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. تحاكى يا ابني. خلاص اخرجك من الارض، اخرجك من الفواكه ومن الشجر ومن الحجر. اطلع لي الفضاء. الفضاء الخارجي. ايوه، ذلك الفضاء الجميل الذي يوجد فيه العديد من الاطباق الطائره. اطباق الطائره؟ ايه. كيف اطباق الطائره؟ بصرت بعينك؟ شفتها بعيني، تلك عيني التي سياكلها الدود، والدود ثلاثه انواع، دوده القز
ودودة الأرض والعديد من الدود أذاكل عيني بسر أذواق الطائرة. طلعت لي دودي في راسي. والدود ثلاثة أنواع، دودة القز ودودة الأرض وال والدودة اللي الدودة الشريطية. تعال يا ابني، تعال هنا. انا خرجتك من جو المدرسة لا جو الطبيعة هنا، لانك دائما ترسب، دائما ترسب. قد زملائك نجحوا وتخرجوا وان جالس في ثاني اعدادي ما تعرف تعبر. حرام عليك يا ابني حرام. يا اخي مدرسين ما عندنا مدرسين، هم هسع الناس. ما عليك من المدرسين، ايشك تعبر؟ ايش ليش عبر؟ ها؟ ليش عبر؟ عبر ساعة ما عبر زميلك. ايوه ليش؟ عبر عن الطبيعة. الطبيعة هاي. ايوه عبر عنها. هذه اشجار. ايوه ايش وكيف؟ هذه بسباس. ايوه عبر. هذه الاجور. ايوه. وما تجد ثاني. وين الدود؟ الدود في كل الدود. يجيبوا لهم بيدات الدود. ارفع صوتك. اين الدود؟ دودة القز ودودة الارض. وهناك انواع من الدود. هي الدود لكن احنا نكافحها بالمبيدة. تعال يا ابني هنا، انا خرجتك من المدرسة اديك للجو الطبيعي هذا علشان تعبر تعبير حالي، لان زملاء قد درسوا وقد تخرجوا وانت جالس في ثاني اعدادي راسب دائما في مادة التعبير. وصلح الموضوع لا ينطل. هيا ما رايك؟ ايوه عبر لي دحين، عبر لي عن الطبيعة. موجود الطبيعة؟ يلا عبر. وفيها دود القز ودود الأرض ودودة ال ايوه ما تشتي يعني. دود خرجني من الدود. ايوه في دود موجود. حكى عن الفواكه. فواكه ما شاء الله، الفواكه حالية. ايوه شطرت واحد حصلت فيها دود. ايوه دود ايش؟ دود القز ودود الأرض ودود الأشياء هذي اللي دم دم دم. ابني انا شفت خرجني من الدود اطلع لي الفضاء. ايوه طلعت الفضاء شفت بعيني. بعينك شفت ايه؟ بعيني صدق؟ اطباق ولا اشياء. كيف شفتها بعينك؟ شفتها ايوه. اللي ما يفعل بها هذا موجود في الدود القز مكانه. فينه؟ في ال في ال في الايه؟ في السماء. وين الدود؟ موجود هناك وهنا. سردي سردي. شوف يا ابني انا خرجتك من المدرسه ومن جو الرتابه من بين اربع حيطان الى الهواء الطلق لانك ضعيف في التعبير. ضعيف في التعبير يا استاذي. ما حافظ هذا. اشتي تعبر لي عن الطبيعه. ما اجمل تلك الطبيعه يا استاذي الذي مليانه بالاشجار، والاشجار موجوده لها الديدان، والدود ثلاثه انواع، دوده الارض ودود القز وغيرها من الانواع. الدود ثلاثه انواع. ثلاثه وثلاثه تو مربوعه مسدسه. من الان ستعبر لاننا خرجتك الى الطبيعه. ما لنا تعبيرات. جمع تعبير. تعبيرات ما شاء الله عليك. هات كثيرات. طيب أريد أن تعبر عن الطبيعة. ما أجمل الطبيعة يا أستاذي، وتلك الطبيعة المليانة بالأشجار الهائلة. هائلة. تلك الطبيعة المليانة بالأشجار الذي الأشجار موجودة لها الدودان، والدودة ثلاثة أنواع، دود الأرض ودودة القز وغيرها من الدودة الكثير. أشتخل الدود زلحن في الطبيعة والجمال هذا. ما للدود يا أستاذ موجودة هنا ودود مليانة في كل مكان. حسبي الله، أنا ما خرجتك من الفصل لم تحت رأس الدود. لا إله إلا الله. طيرتنا من الفصل للشارع. يا ابني بعد من الدود، ابعد من الدود. بعد من الدود. أطلع لي الدودي في رأسي ده. خلاص. يلا أعمل لي موضوع عن الفواكه. ما أجمل الفواكه وخصوصة فاكهة التفاح. عندما نفتح التفاحة نجد فيها الدود. والدود ثلاثة أنواع، دودة القز ودودة الأرض وغيرها من الأنواع. وقد قلت فيها شعرا قلت.
لقد قلت فيها شعراً. أي دي شعر. وقد قلت فيها شعراً: ما أجمل الدود عندما أراه يمشي في الأرض. ما أجمل الدود ما هي أرض اليمن حين يطلع. ما أجمل ذلك الفضاء المليان بالأغلفة، والأغلفة الذي شاهدت عيوني وعيون الذي سيأكلها الدود. والدود ثلاثة أنواع: دودة الأرض ودودة الأرض وكثير من الأنواع. قلضني الله أنك تشتي ملطم أبو ثلاثة قلوب. أعزائي المشاهدين، انتهت فقرتنا لهذا اليوم. فقرت مثل أول مرة بحثنا على الأخ اسمك زابا اسماعيل محبوب، والأخ عبد الإله يا أبيد، ومثل والمشهد اللي مثلناه الأستاذ كمال، وطبعا بدأ الأستاذ ثم بدأ هذا الطالب، وكانت النتيجة على النحو التالي يعلنها الأستاذ كمال. والله يا مشاهدين الكرام، أنا أعتقد أن أنتم أكبر لجنة وأكبر حكم. كان المركز الأول، وأسمع تصفيقة للطالب محمد عبد الإله يحيى. عبد الإله تصفيق عبد الإله 15,000 ريال. والمركز الثاني وجائزة ترضية للأخ الاسم ما عاد أقدر أحفظه طول عمري، كزابة اسماعيل محمود كزابة، المركز الثاني و5,000 ريال. مبروك عليك الجائزة. أعزائي المشاهدين، فقرة أنت السائل، معنا الأخ الأستاذ صباح أحمد علي موسى. الأستاذ صباح أحمد علي. طيب، فقرة أنت السائل، أول خطوة اطرح لي سؤال نضع بعدنا أدي لك الخطوات الباقية. أدي لي أول سؤال على طول. سؤال يعني في سورة الفاتحة. أيوة. يعني المخصوصين باللي هو المختصين يعني المغضوب عليهم ولا الضالين في الآية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين؟ ولا الضالين. سؤال جميل. طيب الآن أوريك الخطوات الثانية. تفضل، هذا رصيدك. رصيدك كم هو؟ 25,000. كم رصيدك؟ 25,000. الآن رصيد أعزائي المشاهدين 25,000. هذا السؤال حقك اللي اديته عن طرحه على 5 أشخاص. أي واحد يجوب ننقص من رصيدك 5,000 ريال. أيوة. مستعد؟ بس السؤال سهل كان. ما نفعلك، هذا سؤالك ولا سؤالي؟ يلا خلاص، هذا سؤالي مش سؤالي. إذا ننطلق نبحث على 5 أشخاص. بسم الله انطلقنا. تفضل. فقرت أنت السأل، تعال هنا يا أستاذ. فقرت أنت السأل، إذا سألك سؤال وجاوب تعيط لك جائزة. هو مش أنا. اسمع السؤال. السؤال في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين؟ من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين؟ ها، مش عارفهم. ها، مش عارفهم. هاي متأكد؟ لا مش عارف. مش عارف يعني ايش؟ سقط. 5,000. 5,000 في رصيدي. 5,000 في رصيدي. اعزائي المشاهدين، 5,000 في رصيده. نشوف واحد ثاني، تابعونا. سؤال معنا بسيط، هو في سورة الفاتحة اللي الناس كل يوم يذكرها: المخصوصين بسورة الفاتحة غير المغضوب عليهم والضالين، منهم؟ من المغضوب عليهم ومن الضالين؟ منهم المغضوب عليهم ومنهم الضالين. الضالين يعني ضلوا الله على عقولهم. ايوه. واللي يغضب عليهم زي ما تقول لقاه اللي غضب الله عليهم ما فيش رحمة. ما هو؟ إجابة خطأ. إجابة خطأ. ما زلت محتفظ برصيدك 10,000 ريال. نشوف الشخص الثالث. كلها نقرأ الفاتحة يوميا، ونقرأ مثلا والضالين آمين، وغير المغضوب عليهم والضالين، منهم؟ غير المغضوب عليهم والضالين. هيا مكان الله. ها، هل الله ذا ركز. غير المغضوب، المغضوب عليهم منهم؟ يعني الكفار. لا، ما قلت أول. المغضوب عليهم منهم؟ الظالمين. لا، قلت أول. بني من؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل يعني من؟ اليهود. اليهود. جاوب على الأول. والظالمين من؟ الظالمين هذاك اليهود. والثاني منهم؟ النصارى. النصارى، يا سلام. ما نفع لك. جاوبوهم. كم تدي له؟ 5,000. الآن سلمنا 5,000. باقي
قلنا كم اشخاص؟ شخصين. شخصين ان شاء الله يجاوبوا. ان شاء الله يجاوبوا ان شاء الله. جاوبوا. يعني احبهم يعني لو مكتوبه لهم خذوها. يلا بسم الله. السؤال اللي هو في سورة الفاتحة، من هو المخصوصين بالمغضوب عليهم والضالين؟ مخصوص عليهم، ركزي يا انت شوفي، ركزي معي ركزي معي، من المغضوب عليهم ومن الضالين؟ مغضوب عليهم اليهود والشيطان. قد كان لا تلبشي لا تلبشيها. مغضوب عليهم الشيطان. انت يا حج لحظة لحظة لحظة، انا سمعت شوال ديتي كلمة صحيحة، اليهود والشيطان. ابغى اختاري يا يهود يا شيطان. اليهود. اليهود المغضوب عليهم، والضالين من هم؟ النصارى. يهود والنصارى. اليهود والنصارى ما فعل لك يا أستاذ، احنا انت حاول استطاع خلاص مكتوب له مكتوب له، حاول تقول لي ايوه ادي له 5000. من هم المغضوب عليهم من هم الضالين؟ لا انا ما درينا. لحظة خليه حاول خليه يفكر. ولا حد غشيشة. ايوه ولا حد غشيشة. من المغضوب عليهم من هم الضالين؟ فكر اعزائي المشاهدين. خلاص لا خلاص ما صارش يجاوب. طبعا اعزائي المشاهدين كان معنا الاخ من؟ صباح احمد علي يحيى. صباح كان في رصيده 25000، سالنا 5 اشخاص كم جاوبوا؟ شخصين. شخصين، كم بقي لك؟ 15000. 15000 ريال، مبروك عليك الجائزة. والأخ هذا الفلة هذا بكم حتبيعنا؟ بألف ريال بس. بألف، وأنا أشتري منك بألف هذا الفل، تفضل يا حبيبي. والفلة هذا عاد أهديه لحبيبي المصور هاني. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ما زلنا في اللاوية مديرية الدريهمي، معنا الأخ علاء محمد جروب. ها؟ علاء محمد جروب. علاء محمد، طيب معنا جملة إذا جبتها 5 مرات نجيب لك جائزة. قدح دخن وقدح حنطة 5 مرات. قدح دخن. قدح دخن قدح حنطة. 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 قلدني الله. أنا أترك التعليق لكم ونشوف واحد ثاني بس أفضل. قدح حنطة وقدح دخن بسرعة 5 مرات. إيش؟ قدح حنطة وقدح دخن. 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 لا عندك أنا شيء بسرعة بسرعة. قدح حنطة وقدح دخن. 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 قدح حنطة. دخ قدح قدح غلط. ددح ددح قدح. طحين حنطة طحين دخن. أيوة. طحين حنطة وطحين دخن. كم مرة؟ طحين حنطة وطحين دخن. ما شاك هذا بديني بالقطارة هذا 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 عدي بسرعة. كم مرات؟ 5 مرات. 5 مرات. طحين طحين حنطة وطحين دخن. طحين حنطة طحين دخن. طحين حنطة طحين دخن. طحين حنطة طحين دخن. طحين حنطة طحين دخن. لا ولا. طحين حنطة طحين دخن طحين حنطة طحين دخن طحين طنطة طحين دخن طنطة طنطة في مصر. طحين 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 دخن طحين حنطة طحين دخن طحين حنطة طحين دخن طحين حنطة طحين دخن طحين حنطة. ولا فهمت حاجة. طحين حنطة طحين طحين دخن طحين حنطة طحين دخن طحين حنطة طحين دخن طحين طحين حنطة طحين دخن طحين 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 طحين. تابعوا قدح دخن وقدح حنطة 5 مرات واستلم جايزة. قدح دخن قدح حنطة قدح دخن قدح حنطة قدح دخن قدح حنطة قدح دخن قدح حنطة قدح دخن قدح حنطة. أداها و10000 ريال. تفضل. الأخ عبدو. يا أخي عبدو، إحنا دلونا على مدرسة قالوا هنا نموذجية، أيني ما أناش داري أنا على هذا الكلام. وهذا أي شري هنا؟ ذي طلاب يدرسوني. وين المدرسة؟ قالوا مدرسة أهلية 5 نجوم. أيني
إذا هي أظن هذه والله لم هذا إسكان. شوف يا أستاذ خالد، شوف أحيان. أوه لا والله في طلاب، في طلاب بيدرسوا هنا ما شاء الله، والأستاذ وهنا الطلاب وهنا الطالبات والله. ما شاء الله يحمد والله ويشكر له أصحاب المدن، ما عندهم من نعمة وفي مدارس ونحن الآن في هذا المنطقة معنا الأستاذ. الأستاذ علي أياشبة. يا أستاذ علي الآن بتدرس مخصوصي ولا هي هذا المدرسة؟ هذه المدرسة. الإدارة فين ولا؟ الإدارة شوف هنا. نرجع نزورها في الأخير. أيوة. وكم في مدرسين هنا؟ مدرسين في 2. وين والثاني؟ هناك في المسجد. كم عدد الطلاب هذا يعني كم يعني فصولك؟ 55. صف كم؟ صف ثالث. هذا كل صف ثالث؟ أيوة. وفي مدرسة 5 فصول لما صف خامس. لما صف خامس. الحين هذه المدرسة كلها هذه باقي هناك في المسجد وباقي هناك داخل كذا موزعين موزعين في كل مكان فصل. لأن 5 سنة هنا ندمن. أنا الآن والأستاذ بيتكلم يعني بينه يقول يا ما عجزت أعبر، يعني رسالة أوجهها من هذا المكان وفي هذا الريف إلى الجهات المختصة. أنتوا عارفين معاكم ريف في اليمن وإن معاكم أماكن تشتي اهتمام، أين الفصول الدراسية؟ ما عاد بنطالش بالتكييف، الناس طلعوا للفضاء في المدارس الأخرى في دول العالم، الدول الأماكن الحامة تشتي تكييف، ظل من الحماة، إحنا نشتي ظل من الحماة. قال الأستاذ يا جماعة ايش تشتي تقول للناس اللي بيبصروك الان في التلفزيون يشوفوك؟ تشتوا ايش انتو؟ مدرسة. ليش تشتوا مدرسة تدرسوا؟ ايوه. الان هكذا تعب صح؟ ايوه. الله يفتح عليك، بعدين ميسي برشلوني صح؟ ايوه. هذه السبورة، اين التبشور يا استاذ؟ هذا التبشور انا عاد اسميها مدرسة 2013. أعزائي المشاهدين نشوف الإدارة، المعمل ولا الإدارة؟ هذا المعمل، المعمل حق الطلاب. بسروا على معمل ما شاء الله تبارك الله، احنا في 2013. الله والمعمل والأشياء والعجائب العجباء. 2013 ركزوا، 2013 تابعونا. طبعا أعزائي المشاهدين، سبب ازدهار اي دولة الا بالتعليم. ما اذا تعليمنا بهذا الشكل فاحنا عن جس محل اكسر، هذه صراحة. كان معنا الاستاذ من؟ علي أياشي بسعيد. طيب يا استاذ علي، احنا معنا يعني هدية مقدمة من البرنامج، يعني هدية بسيطة يعني تقديرا لجهودكم المبذولة في هذا المجال، مجال التعليم، وأنتم يعني قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو خير البشرية. تفضل يا أستاذ. أعزائنا المشاهدين والطلاب هؤلاء الحلوين، معاهم هدية من البرنامج من إدارة القناة، مبلغ بسيط يتوزع بينهم حق جعالة يجعلوا اليوم على حساب قناة السعيدة. حلاوة حلاوة تسموها إيش؟ أيوة تمام. هذا 10,000 ريال للطلاب علشان هكذا اليوم يصطبحوا. لا 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 الفصل هذا عنزورهم نزورهم، هذا لهؤلاء فقط. يلا في امان الله. قريتوا لا قريتوا؟ يلا السلام عليكم. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، صباح الخير، ونرحب بكم من هذا المكان الجميل والرائع في منطقة اللاوية، مديرية الدريهمي. معانا الحج الطيب هذا المبارك، الحج من؟ هادي عمر. هادي ابعد هذا الجابر يا عم هادي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير متعافي. الحمد لله. كم قد حجيت؟ مرتين. ما شاء الله. وكم تزوجت؟ ثنتين. حج مرتين وتزوجت ثنتين. ثنتين بس عندك شتي؟ هذا ما شتي ولا شاد. نجيب الثالثة كمل ماي. الثالثة كمل ماي.
أنا سمعتها وفهمتها وأنت اللي فهم فهم ما عاد أترجمش. طيب صلي على رسول الله. الله معاك راه. هذا المنطقة بما تشتهر؟ ها؟ ما تشتهر هذا المنطقة؟ منطقة اللاوية. أيوة بما تشتهر بزراعة ال. زراعة من كل شيء يعني. هذا الأحمر أيش هو فهم الجمهور؟ هذا مكرر. بس استاذ هاني ولا سؤال باخذ بس شوفوا مشاهدينا الاكارم هذا بس صغير مدري ما يسموه هذا الصغير ايش يسموه الصغير هذا المكرور والبسباس الطويل هذا بومباي وهذا بومباي ايوه والاول مكرور ايوه طيب انت البسباس اللي تسطروه او لا بيجوا يشتروه ولا كيف لا بومباي هاي جو يشتروه انتوا بدك تجلها انا يشتروهنا بومباي طيب يا حجي قلت لي هادي نعم حجي هادي ايوه كيف حالك الحمد لله في امطار عندكم هذه الايام ولا لا ما اليوم ما في امطار عندنا ولا مطر ولا حاجه قول يا الله اسقينا الغيث يا الله اسقينا الغيث يا الله يا الله يا الله كم لكم من المطر لنا خيرات وليش ما بتقولوا يا رب يا الله لما علم هذا بقدر الله ما اذنش الباري الله كريم بس الباري يحب يعني ان الله يحب العبد اللحاح اللي يلح في السؤال نعم صح جدا نعم طيب كم المهر هنا في المنطقه ها المهر عندكم 400 500 كذا ها مليون خاف والله لا اله الا الله معكم الذهب الاحمر البسباس يعني تغالوا في المهر ما يجوز من الله 400 500 بكم تزوجت الاوله كم كان المهر 200 سنتم بمئة من 50 من 50 الواحدة أيوة ما شاء الله كنت حتزوج أربع قلت لي يا حج هادي كم معك أولاد اثنين وتزوج ثنتين وحج مرتين واعتمر لا ما أيوة واعتمرتين مرتين الله يحفظك عادك شتي ثنتين تتزوج ولا لا هاش هاشم جنة بس تشتي الجنة بس الله يدخلك الجنة أنا أسأله وادعوه أعزائنا المشاهدين في ختام فقرة سواليف الريف لهذا اليوم معنا جائزة بسيطة نعطيها لحج هادي تفضل يا حج هادي وأعزائنا المشاهدين نختم حلقتنا لهذا اليوم من هذا المكان الجميل والرائع في مدينة اللاوية الدريهمي وتابعونا في حلقة جديدة من برنامج الكاميرا في الريف.